السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في تصحيح التمرين رقم 1 من الامتحان التجريبي الموحد للبكالوريا رقم 1. إذا الامتحان الأول في المتتاليات العددية. إذا نعتبر المتتالية العددية UN المعرفة بما يلي: عندنا U0 تساوي 4، وعندنا جوج UN زائد 1 تساوي UN زائد 3. السؤال 1 ألف بين بالترجع أن UN أكبر قطعا من 3 لكل N من N. إذا لنبين بالترجع أن UN أكبر من 3. الخطوة الأولى في برهان الترجع هي التحقق. إذا من أجل N كتساوي 0. علاش درنا 0؟ لأن N كتاخد أول قيمة ديالها، وN حنا عندنا كتنتمي لN، والمجموعة N كنعرفو هي مجموعة الأعداد 0 1 إلى آخره. إذا لدينا كنعوضو هاد UN، إذا كنعوضو N بصفر. إذا لدينا U صفر حسب المعطيات تساوي 4. إذا U صفر أكبر من 3، إذا النتيجة محققة أو العلاقة محققة من أجل N كتساوي 0. الخطوة الثانية هي الافتراض. نفترض أن إذا الافتراض دائما كنفترضو السؤال بأن داكشي اللي عطاونا السؤال صحيح. نفترض أن UN أكبر قطعا من 3، لما يكون N كتنتمي N. ولنبين أن UN زائد 1 أكبر من 3 كذلك مهما يكون N كتنتمي الآن. إذن هنا يمكن لي نبين إما غادي نحسب الفرق UN زائد 1 ناقص 3 ولقاه أكبر من 0، أو لا يمكن لي نطلق من إذا لدينا UN أكبر من 3، نطلق من هذه العلاقة هذه ما تفترض. إذا حنا كنعرفو بأن حسب المعطيات شنو عندنا؟ عندنا جوج UN زائد 1 تساوي UN زائد 3. إذا هاد جوج هادي خصني نديها للطرف الثاني. إذا خصولي عندنا UN زائد 1 تساوي ماذا؟ كنقسمو على جوج، تساوي UN على جوج زائد 3 على جوج. إذا حنا شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نلقاو بأن هاد التعبير هذا اللي هو UN زائد 1 أكبر من 3. إذا عندنا UN أكبر من 3، UN على جوج إذا كنقسمو على جوج أكبر من 3 على 2، وكنوليو نضيفو 3 على جوج لطرفي المتراجحة. إذا UN زائد UN على جوج زائد 3 على جوج أكبر من 3 على 3 زائد 3 على جوج. إذا 3 على 3 زائد 3 على جوج هي 6 على جوج هي 3، بالتالي هادشي أكبر من 3. إذا هذا التعبير هذا راه هو UN زائد 1. إذا UN زائد 1 أكبر من 3، وبالتالي كنرجعو للافتراض، وبالتالي داك الافتراض راه صحيح. وبالتالي كيلك سوا N كتنسمي الآن UN أكبر من العدد 3. الآن السؤال 1 ب. السؤال 1 ب يقول بين أن المتتالية UN تناقصية ثم استنتج أنها متقاربة. إذا من كنبغيو نبينو بأن المتتالية تناقصية أو تزايدية كنحسبو الفرق ديال UN زائد 1 ناقص UN. إذا لقينا أكبر من 0 غتكون المتتالية تزايدية، إذا لقينا أصغر من 0 غتكون المتتالية تناقصية. إذا كنحسبو الفرق، إذا UN زائد 1 ناقص UN تساوي، كنعوض UN بالقيمة ديالها اللي هي UN على جوج زائد 3 على جوج ناقص UN. إذا UN على جوج ناقص UN غادي نوحدو المقامات، غيولي عندنا UN على جوج ناقص جوج UN على جوج زائد 3 على جوج. إذا UN ناقص جوج UN هي ناقص 1 على جوج UN، أي ناقص UN على جوج.
إذن هاد التعبير هذا غيعطينا ناقص يو ان على جوج زائد ثلاثة على جوج. هنا عندنا واحد على جوج كعامل مشترك يمكن لي نعمل به. إذن في التعبير الأول غيبقى لي أو في الحد الأول غيبقى لي ناقص يو ان زائد ثلاثة في الحد الثاني. إذا لقينا بأن يو ان زائد واحد ناقص يو ان كتساوي لنا واحد على جوج واحد على جوج عامل ناقص يو ان زائد ثلاثة. شنو غادي نديرو هنا؟ هاد ناقص يو ان زائد ثلاثة كنعرف خصنا نحدد الإشارة ديالها. إذا لدينا حسب السؤال واحد ألف يو ان أكبر من قطعين من ثلاثة. هاد يو ان غادي نردوها للطرف ديال ثلاثة. شنو غادي يولي عندنا؟ غيولي عندنا ثلاثة ناقص يو ان أصغر من صفر، وبالتالي إذا هاد التعبير هذا أصغر من صفر، وبالتالي يو ان زائد واحد ناقص يو ان أصغر من صفر. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن المتتالية تناقصية. إذا يو ان المتتالية دائما كنكتبو بين قوسين، إذا يو ان متتالية تناقصية. في الشق الثاني من السؤال واحد باء استنتج أنها متقاربة. إذا بطبيعة الحال باش تكون عندنا المتتالية متقاربة كخصها تكون يعني متقاربة يعني هذه نهايتها منتهية، كخصها تكون إما تزايدية ومكبورة أو تناقصية ومصغورة. إذا نحن لقيناها تناقصية. إذا لدينا حسب سؤال واحد باء أو واحد ألف لقينا بأن يون أكبر قطعا من ثلاثة. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن يون مصغورة بالعدد ثلاثة. إذا لدينا حسب السؤال واحد ألف يون مصغورة بالعدد، مصغورة بواحد العدد يعني ذاك العدد صغر منها. إذا مصغورة بالعدد ثلاثة و يون تناقصية. إذن يو ان متقاربة متتالية متقاربة. الآن ننتقل للسؤال جوج. سؤال جوج نضع في ان كتساوي لنا يو ان ناقص ثلاثة. سؤال جوج ألف بين أن المتتالية في ان هندسية أساسها واحد على جوج. إذا باش نبينو أن المتتالية هندسية فخصني نحسب في ان زائد واحد ولقاها كتساوي لنا واحد العدد حقيقي في في ان. إذا في ان زائد واحد كنعوضو ان بواحد. عندنا في ان لدينا في ان تساوي يو ان ناقص ثلاثة. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو ان بان زائد واحد. إذا ان زائد واحد تساوي يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة. إذا كنعوض يو ان زائد واحد بالقيمة ديالها. إذا كما حسبنا سابقا فيو ان زائد واحد كتساوي لنا يو ان على جوج زائد ثلاثة على جوج. إذا في ان زائد واحد كتساوي لنا يو ان على جوج زائد ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة. هنا عندنا ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة كنوحدو المقامات، المقام واحد هو جوج. إذا هادي راه هي ستة على جوج. إذا إلا حسبنا شنو غادي نلقى؟ إذا عندنا يو ان على جوج ثلاثة ناقص ستة هي ناقص ثلاثة على جوج. إذا هنا كنوحدو أولا كنعملو بالعدد واحد على جوج تيبقى لنا يو ان ناقص ثلاثة. و يو ان ناقص ثلاثة حسب المعطيات راه هي في ان. إذا واحد على جوج في ان. إذا في ان زائد واحد تساوي واحد على جوج في ان. إذا في ان متتالية هندسية أساسها واحد على جوج. السؤال الموالي جوج باء بين أن يو ان تساوي ثلاثة زائد واحد على جوج أس ان. هذا السؤال هذا كان ممكن يعطيه لنا بصيغة أخرى، كان ممكن يقول لنا مثلا بين أو لا أحسب يو ان بدلالة ان.
إذن إحنا عندنا U N، إحنا عندنا علاقة لدينا U N أو ل V N كتساوي لنا U N ناقص 3 حسب المعطيات، أي أن U N إذن U N كنديو ناقص 3 للطرف ديال V N، إذن شنو كيولي؟ كيولي V N زائد 3. لقينا بأن V N متتالية هندسية، شنو كيعني هذا؟ غادي نستعملو الحد العام ديالها باش نحسبو VN، إذا VN هو الحد العام، إذا VN تساوي ماذا؟ تساوي VB أي الحد الأول QN ناقص B، هذه العلاقة العامة، و VB هو الحد الأول، بالنسبة لينا حنا الحد الأول هو V0، شحال كيساوي V0؟ هي U0 ناقص 3، U0 حسب المعطيات هي 4، إذا 4 ناقص 3 1، إذا VN شنو كتساوي؟ كتساوي لنا 1، و Q هو الأساس هو 1 على 2، N و P هو 0، إذا VN كتساوي لنا 1 على 2 لكل أس N، إذا كنعوضو، إذا UN كتساوي لنا 3 زائد 1 على 2 لكل أس N. إذا كنعوضو في ان بالقيمة ديالها زائد العدد 3. في السؤال الموالي طلبوا منا نحسبوا ليميت ديال او ان، إذا ليميت ديال او ان بطبيعة الحال ليميت ديال او ان ان تؤول الى زائد لا نهاية دائما هو ليميت ديال 3 زائد 1 الى 2 لكل اس ان. إذا حنا ملي كيكون عندنا ليميت ديال كي أس أن، وهاد كي محصورة بين واحد وناقص واحد، فالليميت ديال كي أن كيساوي لنا صفر. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن الليميت كيساوي لنا ثلاثة، علاش؟ لأن واحد على جوج محصورة ما بين ناقص واحد وواحد، إذا الليميت ديال واحد على جوج أس أن كيساوي لنا صفر، هنا التبرير، لأن الآن السؤال الموالي 3 نضع تان كتساوي لنا U0 زائد U1 زائد نقط حتى الـ UN. السؤال يقول بين أن تان تساوي 3 N زائد 5 ناقص 1 على 2 N. إذن حنا عندنا تان كتساوي لنا U0 زائد U1، إذا لقينا حسب السؤال جوج باء، لقينا بأن UN كتساوي لنا 3 زائد واحد على جوج ان. إذن إلا حسبنا يو زيرو شنو كندير؟ كنعوض ان بالصفر، إذن هي 3 زائد واحد على جوج والصفر، يو واحد هي 3 زائد واحد على جوج أس واحد، إذن ممكن نحسب حتى الـ ان كتساوي لنا 3 زائد واحد على جوج ان. إذن حنا كنجمعو طرفي المعادلات طرفا بطرف، إذن نجمع طرف المعادلات طرفا بطرف، إذن شنو كنلقاو؟ كنلقاو بأن التان شنو كتساوي؟ 3، إذن 3 3 زائد 3 زائد 3، شحال عندي من 3؟ باش نعرف شحال عندي من 3 خصني نعرف شحال عندي من حد، شحال كنجمع من حد. اذا باش نعرف شحال كنجمع من حد، فكندير هاد لانديس هذا ناقص لانديس ديال اول حد زائد 1، اذا ان ناقص 0 زائد 1، اذا ان ناقص 0 زائد 1 هي ان زائد 1 مضروبه في العدد 3 زائد، اذا عندنا 1 على 2 والصفر زائد واحد على جوج أس واحد حتى واحد على جوج لكل أس أن. إذن هاد المجموع هو عبارة عن متتالية هندسية، متتالية هندسية دائما عندنا الحد كيتزاد بالقوة، يعني كتكون عندنا أ أس صفر مثلا، الحد الثاني كيكون أ أس واحد أ أس جوج وهكذا، إذن هذه كتكون متتالية هندسية، بحيث اننا الا درنا
الا درنا الخارج ديال الحدين المتتابعين دائما تيبقى ثابت، ولا درنا الخارج ديال الحد ديال الحدين المتتابعين غنلقى دائما واحد على جوج. اذا هذه متتاليه هندسيه اساسها واحد على جوج. اذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بان هنا كيمكن لينا النشر، عندنا ان في 3 هو 3 ان، واحد في 3 هي 3. اذا هذه متتاليه هندسيه. المجموع ديال المتتاليه الهندسيه شنو كيساوي؟ كيساوي الحد الاول اللي هو هنا واحد على جوج والصفر. اذا واحد على جوج والصفر، واحد ناقص الاساس اللي هو واحد على جوج، اس ان ناقص صفر زائد واحد. اذا ان زائد واحد على واحد ناقص واحد على جوج. اذا هذه واحد على جوج الصفر هي واحد. اذا ثلاثة ان زائد ثلاثة زائد هنا عندنا واحد ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج. اذا هذه غتعطينا واحد على جوج، الا طلعناها للفوق تولي هي جوج، عامل واحد ناقص هذه واحد على جوج في ان زائد واحد. اذا كيكون عندنا ا اس ان زائد واحد راه هي ا اس ان مضروبه في ا. اذا هذه هي واحد على جوج في واحد على جوج اس ان. اذا الى نشرنا شنو غادي نلقى؟ 3 ان زائد 3. اذا عندنا جوج في واحد هي جوج، ناقص جوج مضروبه في ناقص واحد على جوج. إذا غتمشي الجوج مع الجوج غيبقى لنا واحد على جوج أس أن. إذا ثلاثة زائد جوج راه هي العدد خمسة، وهذه هي النتيجة المطلوبة.